فيروس كورونا المستجد شر لا بد من التعايش معه. قرار فرض نفسه على دول عدة تسببت إجراءات العزل فيها بأضرار اقتصادية جسيمة. فبعد أشهر من إجراءات العزل الصارمة، قررت السعودية رفع الحظر عن جميع مناطق البلاد باستثناء مكة المكرمة، وتخفيض عدد ساعات حظر التجوال، والسماح بممارسة الشعائر الدينية باستثناء العمرة، وكذلك السماح بالرحلات الداخلية. دول أوروبية وآسيوية قررت أيضا تحدي الفيروس بكسر القيود التي فرضها كوفيد-19، ولكن بتكييف نمط الحياة مع هذا الضيف الثقيل. إيطاليا التي كانت بؤرة الفيروس في أوروبا دخلت مرحلة جديدة من رفع القيود مع إعادة فتح الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد أسبوع من إعادة فتح المطاعم. سكان العاصمة الإسبانية مدريد استفادوا من أول إجراء لتخفيف الإغلاق مع إعادة فتح أرصفة المقاهي والمطاعم والمساحات الخضراء. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أن البلاد ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمراكز التجارية في الشهر القادم. اليابان رفعت حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل. إيران أيضا أعلنت إعادة افتتاح المساجد والمراقد الدينية، لكن هذا التخفيف لن يكون مطلقا وبلا ضوابط. أول تلك الضوابط هي مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فيما فرضت بعض الدول وضع الكمامات. وفي الوقت الذي بدأت فيه أوروبا التحرر ببطء من قيود العزل، تشهد دول أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل هجوما شرسا من الفيروس حولها إلى بؤرة عالمية جديدة. معادلة فرضها كوفيد-19 مضمونها ألا تخفيف لقيود العزل إلا بعد أن تقدم له قرابين من الضحايا تهدئ من تنمره، وسط مخاوف من عودته في موجة جديدة الخريف المقبل.